مساكم الله بالخير أعزائنا المشاهدين وين ما كنتوا تتابعونا، وحبينا نقدم لكم أجمل تحية هذا المساء. أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة الهامة اللي بنتكلم لكم فيها عن الوقاية من فيروس كورونا كوفيد 19. طبعا مشاهدينا، فيروس كورونا المستجد أو المسمى بكوفيد 19 هو حديث الساحة، ولله الحمد مملكة البحرين كانت سباقة في وضع التدابير الاحترازية للتصدي لهذا الفيروس. خلونا نشوف هذا التقرير. ترى البحرين تستاهل. عشان البحرين. البحرين أمانة. ترى الديرة تستاهل. ديرتنا أمانة. أمانة في أعناق الجميع. هذه مسؤولية تجاه وطنك. البحرين أمانة. البحرين تستاهل. عشان البحرين، عشان أمي، عشان أبوي، عشان كل واحد نحبه، إحنا هني. أتواجد في مقري في الدوام لأكثر من 12 ساعة في اليوم. نعمل ليل ونهار من أجل حمايتكم، نوفر لكم الراحة والعلاج. إحنا موجودين ونحارب هني، هدفنا سلامتكم وراحتكم. دورنا هو استمرارية الخدمات الصحية للجميع في مملكة البحرين. سهرانين من أجلكم. حطوا يدكم بيدنا، خلنا نحمي ديرتنا. أحبتي، التزموا بتوجيهات المختصين. صار لي أكثر من شهر ما أقدر أحضن عيالي، وتواصل على مدى 24 ساعة مع فريق العمل في مراكز العزل. نسهر علشانكم ونتعب علشانكم، خلونا إيد واحدة. أثر الماسك هو تعب، بس تعب حلو، تعب بطعم الشجاعة، تعب من أجل البحرين. دورنا كأطباء مهم، لكن أرواحنا بين إيديكم. نحن نسهر علشانكم، ساعدونا نحمي البحرين. علشانكم احنا متواجدين هنا، نسهر عشانكم، نعمل من اجلكم، لنصل بالوطن الى بر الامان. احمي نفسك واحمينا، صحتكم امانه، البحرين بعد امانه، عندكم وعدنا. ربي يحفظنا ويحفظ هذه الديره. طبعا مشاهدينا، تحيه لهؤلاء الابطال، القياده الرشيده للفريق الوطني للتصدي لفيروس الكورونا، للكوادر الطبيه والصحيه والكوادر الامنيه. طبعا مشاهدينا، الحديث اكثر عن هذا الموضوع راح تكون معنا اليوم الدكتوره نجاه ابو الفتح، مديره اداره الصحه العامه. مساك الله بالخير دكتوره. مساكم الله بالخير. مساك الله بالخير دكتوره. دكتوره، في البدايه لو تكلمينا ما هو المقصود بفيروس كورونا؟ طبعا فيروس كورونا هو عباره عن فصيله معروفه ومنتشره، وهذه عبارة عن فصيلة من الفيروسات منتشرة في من قبل يعني، وتسبب أمراض متعددة مثل اللي هي نزلات البرد الخفيفة، وممكن توصل إلى التهاب الحاد اللي هو الرئوي. لكن كوفيد اللي هو 19 هي عبارة عن يعني سلالة جديدة ومستجدة من فيروسات الكورونا. طبعا هي تم الإعلان عنها في ووهان في الصين، وهاي كان أول مرة يعلنون عن الإصابة بها. بالنسبة حق الفيروس هذه، طبعا في مملكة البحرين أول إصابة كانت تاريخ اللي هو 24/2، وكان أول ما أعلن عن أصلا أنه في وجود هذه الفيروس كان في الصين في ووهان في ديسمبر 2019. بالنسبة حق منظمة الصحة العالمية، بدأت صنفت يعني الكوفيد 19 على أنها هي جائحة، كان في 11 مارس 2020. طبعا دكتور، يعني تفضلتي مشكورة وعطيتينا تاريخ المرضي لهذا الفيروس المستجد كوفيد 19. دكتور، مملكة البحرين كانت سباقة في وضع الخطط الاحترازية للتصدي لهذا الفيروس، لو تعطينا نبذة عن أهم هذه الخطط وأهم هذه الإجراءات الاحترازية اللي قامت بها مملكة البحرين للتصدي لكوفيد 19. طبعا مملكة البحرين منذ بدء الإعلان عن وجود اللي هو الفيروس كوفيد اللي هو في الصين في ووهان، بإرشادات وتوجيهات من صاحب السمو الملكي الشيخ سلمان، طبعا وجه بتكوين فريق وطني للتصدي للي هو كوفيد 19. طبعا هذه الفريق حط خطة متكاملة لجميع الأشياء الاحترازية والإجراءات الاحترازية اللي يجب اتخاذها. هذه الخطة مو خطة يعني موضوعة وخلاص، هي لا، خطة متكاملة وممكن تجديدها وعلى حسب شلون المستجدات اللي موجودة في طبعا العالم أو المستجدات اللي موجودة في الشأن المحلي.
فمن ضمن هذه الخطة كان في العديد من الإجراءات. أول الإجراءات الاحترازية اللي تم الأخذ بها هي طبعا موضوع المطار والمنافذ. طبعا تم يفحص، يعني تم تدرج فيها. في البداية تم منع بعض الرحلات اللي في من مناطق اللي هي يكون منتشر فيها الفيروس. بعدين صار أن كل الليون المقادمين يعني إلى مطار البحرين يتم فحصهم وأخذ عينة منهم، وبعدين على حسب النتائج بيكون يا أما يوضعون في الحجر أو أنهم يوضعون في العزل. من ضمن كذلك الأشياء والإجراءات الاحترازية هو طبعا التصدي والتقصي للحالات المخالطة. يعني كل حالة تطلع كوفيد 19 في فريق كامل من الصحة العامة يقوم بمتابعته ومتابعة المخالطين جميعهم. وطبعا على حسب هذين المخالطين يتم كذلك فحصهم واخذ عينه منهم، وبعدين بعد كذلك نفس الشيء حجرهم يوم 14 يوم او عزلهم في المستشفى على حسب النتائج. في كذلك بالنسبه حق في اجراءات يعني كانت تتخذ تدريجيه، من ضمنها انه كان في مثلا منع للتجمعات اللي اكثر من 5 أشخاص في الاماكن العامه، يمكن الكل سمع عنها. كان كذلك في تعليق الدراسه، تعليق بعض الرحلات مثل ما قلنا. في كذلك المحال التجاريه كذلك تم اغلاقها، وهاي طبعا ما عدا المحلات يعني اللي طبعا اشياء فيها اشياء ضروريه اللي هي مثل الصيدليات، المخابز والبرادات. في كذلك من ضمن الاشياء الاحترازيه اللي خذيناها ان في حمله وطنيه يعني توعويه. وطبعا تشمل كل الوسائل يعني اللي هي السوشيال ميديا وجميع الطرق يعني اللي نقدر نتواصل فيها مع المجتمع. بعد من ضمن الأشياء الاحترازية طبعا أن احنا كان في تواصل مستمر مع الجمهور عن طريق اللي هو الخط اللي هو 444، وهذه طبعا يرد على جميع الاستفسارات اللي موجودة في المجتمع واللي عند الناس والمواطنين المقيمين. دكتورة كلمينا، شلون ينتقل الفيروس وشلون الشخص ممكن يقي نفسه من الإصابة بالعدوى؟ طبعا مثل ما نعرف ان هذه فيروس ينتقل عن طريق الرذاذ التنفسي من الفم او الانف. وطبعا اهم شيء عنده هو التباعد الاجتماعي مثل ما يقولون، وان يعني التجمعات ما تكون اكثر من 5 أشخاص، وفي نفس الوقت متر واحد بين كل شخص وشخص. لازم الواحد بعد اذا شاف احد مريض يبتعد، ما يخالط يعني المرضى، وفي نفس الوقت انه هو دائما غسل اليد بالماء والصابون، والتعقيم هذه مهم، وتعقيم الأسطح، وكذلك اللي هو يحاول انه قد ما يقدر انه يقلل طلعاته، يعني احسن يقعد في البيت مثل ما يقولون قد ما يقدر. هاي اهم الاشياء يعني اللي هي الاجراءات الاحتياطيه. وفي طبعا اجراءات ثانيه ممكن الواحد يقي نفسه ويقي عياله، انه هو مثل ما قلنا يقلل من الاختلاط مع الاخرين فعلا. الا للضروره يعني القصوى. نعم فعلا. دكتوره انت تطرقتي في البدايه من حق لما تكلمنا عن الاجراءات الاحترازيه اللي اخذتها مملكه البحرين، قلنا ان في هناك ما يسمى بالعزل وهناك ما يسمى بالحجر الصحي. فشنو الفرق بين العزل والحجر الصحي عشان نبسط هذا الموضوع للمشاهدين؟ طبعا الحجر هو يكون حق الاشخاص اللي خالطوا مثلا حاله مصابه. وطبعا يكونون هم هذولين اصلا سوينا لهم عينه وصاروا نيجاتيف، يعني ما صار عندهم انه هو الفيروس. بس احتياطيا احنا نحطهم 14 يوم في الحجر على حسب عد المنطقه اللي جايين منها. اذا كانوا مسافرين مثلا ومن مناطق منتشر فيها المرض، هاي طبعا بينحطون في الحجر الخاص بالمؤسسة يعني. اما اذا كان من مناطق ثانيه يعني فهو ممكن انه هو يكون في الحجر اللي هو في الحجر المنزلي مثل ما نقول. كذلك المخالطين حق الحالة المصابة بعد بيكون في الحجر المنزلي، هاي الفرق. أما العزل،
العزل هو للأشخاص المصابين واللي يحتاجون فعلا رعاية صحية، وهذا اللي بيكونون في المستشفيات المخصصة اللي هي لعلاج الكوفيد 19. دكتورة كلمينا عن العينة، شلون تجرونها؟ إيش كثر تاخذ وقت لما تظهر النتيجة؟ هل تجرونها لأشخاص ما يعانون من أعراض، أو مثلا إذا كان شخص بوزيتيف متى تجرون العينة مرة ثانية؟ كل هاي المعلومات. طبعا احنا في العينات بتكون في كل التحاليل بتكون في مختبر الصحة العامة، ومختبر الصحة العامة من المختبرات اللي معترف بها دوليا، وفيها كوادر مؤهلة و يعني 24 ساعة يشتغلون. فطبعا فيها طبعا أجهزة كذلك يعني معتمد فيها دوليا. بالنسبة حق العينات احنا طبعا الأشخاص اللي جايين مثل ما قلت لكم من السفر كلهم ذلين بنسوي لهم العينات. بيتم أخذ العينة اللي هو من الأنف وللبلعوم، وهاي بتنحط في سائل يعني في عينة معينة بحيث أنها هي توصل لمختبر الصحة العامة ويتم إجراء عليها الفحص. بالنسبة حق إذا طلعت موجبة مثل ما قلنا بيروح إلى العزل. بالنسبة حق يعني شلون الفريكوانسي أو عدد المرات، احنا نسوي طبعا في البداية إذا طلع هو نيجاتيف بيتم يستمر ينعزل أو ينحجر اللي هو 14 يوم، فيها عقب ال 14 يوم آخر يوم بنسوي له مرة ثانية بنعيد له العينة أساس نتأكد أنه هو للحين مصاب. فبالتالي يقدر هو بعدين يزاول يعني يطلع ويقدم نشاطه. بالنسبة حق اللي في المستشفى طبعا يكون لهم بروتوكول خاص، وطبعا هذه المصابين وبيكون طبعا يمكن كل يومين يسوون لهم اللي هو العينة. وبعدين إذا طلعت العينة سالبتين متتاليتين هذه طبعا يعتبر متعافي، ويمكن أنه هو يغادر المستشفى لكن كذلك يحجر في البيت لمدة شهر كامل. نعم طبعا دكتورة يعني هذه الشرح المفصل يعني يمكن يعني يطمن الجمهور على يعني المتابعة التامة لسواء كان المريض المصاب أو المخالط لحالة مصابة بعمل هذه الفحوص واتباع بروتوكول مدروس لهذه الحالات. دكتور احنا تكلمنا عن آليات العزل، تكلمنا عن البروتوكول الحجر الصحي، بس الكنترول خبروني ان يعني عندنا فيديو نبي نعرضه او تقرير نبي نعرضه. طبعا احنا نشكر القائمين على الحملة الوطنية للتصدي لفيروس كورونا، الحملة الإعلامية طبعا سواء كانوا من إعلاميين او من نشطاء في وسائل التواصل الاجتماعي. فنشوف هذا التقرير مشاهدينا ونرجع نكمل الحديث. ഹലോ ആ മാമ ആ ബഹ്റിൻ ആരോഗ്യവകുപ്പിൻ്റെ മുൻകരുതലുകളും നടപടികളും പിന്തുടരുന്നതിനാൽ നമ്മളിവിടെ വളരെയധികം സേഫാണ്. ഏയ് മാമ്പ ഹോപ്പ് നെൻ്റെ അപ്പോ ഹായ് സാസ സിസി ടുക്കോ സലാമ ഉസിജാലി ഏ തുനഹുദുമിയ വറ്റജ വാക്കി വൈഞ്ചെ വാക്കി വമ്പാലി ന സേസി. Привет, мам, я тоже скучаю. Привет, дорогая, я очень скучаю. Пожалуйста, не забывай мыть руки с мылом. Пока. Ako nga din eh, miss ko na din kayo. Oh, ingat kayo dyan lagi. Hugas na kamay. Hello, tol. Musta ka dyan sa Bahrain? Miss na kita. Salamat, tol. Ikaw din dyan. Lagi ka din maghugas ng kamay at hand sanitize. Ingat lagi. Assicurati personalmente ogni giorno che il protocollo venga rispettato. Lo staff deve indossare le mascherine, i guanti e divise pulite. La temperatura deve essere controllata. رجعنا لكم أعزائنا المشاهدين وحديثنا عن فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 مع الدكتورة نجاة أبو الفتح. دكتورة كان حديثنا عن العزل وعن الحجر الصحي وعن الإجراءات اللي خذتها مملكة البحرين، هل في إجراءات أخرى بعد خذتها المملكة للحرص على التباعد الاجتماعي؟ طبعا كذلك في كان قرار صدر بأن ممكن اللي هو مزاولة العمل عن بعد.
وهاي طبعا كان الى درجه ان 75% من يعني اللي في الوظائف ممكن انهم يزولون عملهم من بعد، وهاي بيقلل من كذلك اللي هو الاختلاط والتجمعات في العمل. دكتورة، شلون يتم علاج مرض كورونا؟ ويعني نسبة الشفاء ما شاء الله في البحرين عالية لله الحمد، فشنو العلاج أو البروتوكول اللي متبع لعلاج مرضى كورونا؟ في البحرين احنا نتبع بروتوكول خاص مملكة البحرين، بس ماخذينا طبعا من بعد الاطلاع على يعني الدول الثانية اللي حققت نجاحات في هذا الشيء مثل الصين وكوريا الجنوبية. طبعا هاي البروتوكول من ضمن الاشياء اللي يستخدمونها اللي هو الهيدروكسي كلوروكوين، وهذه طبعا اثبت نجاحات في اماكن اخرى مثل ما قلت. وعشان كذي منذ البدايه اللي هي من اول حاله 24/2 احنا بدينا من 26/2 بدينا باللي هو اعطاء هذه الدواء. في كذلك بروتوكول ثاني اللي هو لعلاج اذا كان في التهاب رئوي، في كذلك يعطونا مضادات حيويه، في يعني في علاجات ثانيه وبروتوكول متبع عالميا، وكذلك في بروتوكول يعني خاص بنا مثل ما نقول ان احنا ودائما نطلع على الاشياء الجديده والاشياء الدراسات الجديده على اساس بعد كذلك نحقق ان شاء الله بعد يعني نسبه شفاء اكثر واكثر. دكتورة، طبعا الفريق الوطني والقائمين على الحملة الوطنية يعني يتسمون بالشفافية في إعطاء المعلومات للمجتمع. عندنا المؤتمرات الصحفية والتواصل الدوري عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي عن طريق وزارة الصحة. دكتورة، طبعا تم إطلاق حملة مجتمع واعي تزامنا مع يعني مرض الفيروس أو فيروس كورونا، فأهمية هذه الحملة ليش أن المجتمع لازم يكون واعي؟ طبعا إحنا لله الحمد مجتمعنا في البحرين يعني هو واعي، بس يعني ليش مهمة هذه الحملة؟ طبعا هذه الحملة لما أطلقناها هو كان هدفها أن إحنا مؤمنين أن الوعي وأن الشراكة هي أهم شيء، يعني احنا بنفسنا ما نقدر بدون شراكه المجتمع. فعشان كذي هذه اهميتها ان الكل يشارك في هذه الحمله. بعدين يعني الصحه والسلامه هذه مسؤوليه الجميع، ترى مو مسؤوليه الصحه بس، ولا الكل لازم يشارك في هاي الشيء. وهذه دور المجتمع انه هو يكون مسؤول عن انه هو يعني كل الارشادات اللي نعطيه اياه تكون من طبعا من الجهات الرسميه لازم يتبعها. الحمد لله من خلال هذه الحمله شفنا انه بالعكس مثل ما قلت انت ان البحريني والمواطن يعني فعلا واعي، واحنا عندنا مجتمع واعي وفعلا يتبع الارشادات. وكان في العديد صراحة من المبادرات مع بالشراكة مع القطاعات الأخرى عشان نسوي هذه اللي هو الحملة. من ضمن هاي المبادرات اللي هو تدشين اللي هي مجتمع واعي اللي هو التطبيق اللي تم الإعلان عنه، وهاي طبعا أهميته أنه ممكن يعني يخبر الحالات يعني أو أي مواطن يدخل فيه أنه أنت هل أنت يعني قريب من شخص مصاب أو مشتبه فيه، وبالتالي ممكن هذه يحقق اللي هو التباعد. وفي نفس الوقت أهم شيء كان يعني الهدف منه هو تعزيز متابعة الأشخاص اللي اصلا لازم يكون لهم حجر منزلي. فاذا تخطى مثلا مسافه معينه بيطلع لنا اللي هو تنبيه ان والله هذا الشخص ابتعد عن الحجر المنزلي او شوي تخطى الحدود المفروض يلتزم فيها. فهذه بالعكس بيسهل المهمه علينا في متابعه اللي هو الاشخاص اللي موجودين في الحجر المنزلي. فهني ناكد دكتوره انه يعني حتى ذلين اللي طلعوا نيجاتيف وتم وضعهم في الحجر المنزلي تم متابعتهم بشكل دوري من طبعا من الصحه العامه، وبعد هذا التطبيق قد يسهل هذه العمليه، بيسهل لنا العمليه ويؤكد طبعا على يعني التزامهم بالحجر المنزلي. دكتوره، لو نتكلم عن اعراض كوفيد 19 يعني احنا نشوف في وسائل التواصل الاجتماعي وحتى في المسجنج اللي قاعد يطلع حق الناس ان اذا كنت تعاني من ضيق في التنفس وغيره، فلو نبسط للمشاهد يعني احنا ندري ان ممكن هذا المرض ما يكون فيه اعراض، بس شنو هي الاعراض اللي ممكن يعني اهم الاعراض اللي موجوده؟ ارتفاع درجه الحراره والكحه وبلاعيم، شوي الم في البلاعيم، وبعدين ممكن يكون شويه زكام
آلام في الجسم، هذه أهم الأعراض. لكن إذا تطور ممكن يوصل إلى ضيق في التنفس إذا نزل طبعا وصار اللي هو التهاب رئوي. هذه أهم الأعراض طبعا. دكتورة، هل كل شخص يعاني من رشح أو نقول خلينا نقول إنفلونزا هالأيام لازم يفحص عن كورونا أو يكلم 444 ولا يعني هو لازم يعرف يفرق بين أعراض كورونا؟ والله هي أعراض الكورونا يعني تشبه الأعراض الإنفلونزا العادية، وأحيانا حتى أعراض ما فيه. اي وساعات في احيان كثيره ما يكون موجود، بس الاشخاص يعني اهم اشخاص صراحه المخالطين اللي هي الحاله المصابه هذولين لازم فعلا ينفحصون، ولازم نحن نتابعهم ونعزلهم يعني. بس هذه الحالات يعني القائمين في وزاره الصحه هم طبعا هم يتابعونها، احنا نتصل فيهم يوميا ونتابع حالاتهم ونقول لهم هل فيكم اعراض او لا، واذا فيهم اعراض طبعا نقول لهم يتصلون ب 444 على اساس انهم يوجهونهم الى المكان الصحيح اللي هو الفحص. طبعا انتم تعرفون انه صار افتتاح اللي هو المركز. انا كنت بسال دكتوره انه طبعا بس قبل هاي بعد نوه حق المشاهدين انه حتى هذه المعلومات موجوده على الويب سايت وزاره الصحه، الحالات الموجوده بالرقم بوجود مخالطين او لا على اساس الناس تكون واعيه. دكتوره طبعا مثل ما تفضلتي كان في تدشين لارض المعارض، فانا اترك الحين الكلمه لك تخبرين عن هذه العمليه وشنو شلون يتم الفحص هناك. طبعا لله الحمد يعني تم افتتاحها في ايام قليله يعني ما تصور يعني المجهود اللي الجهود الجباره يعني اللي صارت. تم الافتتاح الحمد لله، وهذه يعني المركز عبارة عن مركز كبير فيه ثلاث قاعات كبيرة وفيه ثلاث عيادات متخصصة، بالإضافة إلى تقريبا 42 محطة حق أخذ العينات بواسطة يعني أطباء متخصصين، وكذلك في صيدلية وفي أماكن انتظار تقريبا 1000 كرسي للانتظار، غير اللي هو الأسرة. الأسرة تقريبا 400 سرير، فيعني مكان عود، وطبعا يكون مقسم إلى ثلاثة قاعات. في قاعة اللي ما لهم أعراض من المجتمع وكلموا 444 وقالوا إنهم يعني عندهم ما عندهم أعراض بس خايفين مثلا، أو إنهم مخالطين، فهذا لين بيتم عمل لهم مواعيد وبيروحون في الصالة الأولية وبياخذون اللي هو الفحص لهم وبيروحون البيت بينعزلون اللي هو أو بينحجرون اللي هو في البيت. أما الصالة الثانية فاللي من المجتمع اللي فيهم أعراض، مثلا في أعراض وخايف طبعا او مخالط احد وفي اعراض، فهاي طبعا بيكون في على طول اتصال في 444 وبيتم توجيهها الى هذه القاعه. القاعه الثالثه بتكون هي قاعه القادمين من الى البحرين من المطار البحرين الدولي، بس يكون اللي يكون فيهم اعراض هذولين يكون لهم الفحص في هذه القاعه. طبعا يعني ما اقدر اوصف لكم شلون كانه حلي يعني خليه نحل من كثر اللي هي الفحوصات، فحوصات كثيره تصير يعني تقريبا 1000 يمكن فحص في اليوم او شيء بالنسبه حق هذه المركز فقط. وان شاء الله يكون يعني يؤدي الغرض، وما شاء الله يعني حكومه البحرين والبحرين ما تقصر وقايمه باكثر من اللازم كذلك. يعطيكم العافيه دكتوره. دكتوره بالنسبه للحجر المنزلي شنو النصائح اللي تحبين تقدمينها للاشخاص اللي تم طلب يعني الطلب منهم انهم يتمون في المنزل او يحجرون نفسهم؟ اهم شيء لا يطلعون يعني اهم شيء اغراضهم تكون اي ادري يعني اهم شيء يقعدون في حجره، اللي عنده مثلا حجره يقعد في حجره لوحده، حمامه يكون مستقل، ادواته تكون خاصه فيه، وفي نفس الوقت يعني يبتعد عن الاخرين اللي في البيت، واذا يستخدم مثلا عطاس او شيء يستخدم مناديل يقطها في مكان محدد، وفي نفس الوقت تكون حتى الاقراض مالته اللي هي الويست وهالاشياء تكون بروحها يعني تعزل، فهذه اهم الاشياء. والزام شيء التزم صراحه ويقعد خليك في البيت. مشاهدينا عندنا الحين تقرير بسيط عن الحجر المنزلي، فنشوف التقرير ونرجع نكمل الحديث. اكبر مشكله في كورونا انك ممكن تكون مصاب وانت ما تدري، اقصد انك تعيش يومك طبيعي ما تحس باي اعراض، بس في الواقع تنقل العدوى إلى شخصين أو ثلاثة، وهالشخصين ينقلون العدوى لشخصين أو ثلاثة، وبهالطريقة ينتشر الفيروس وتصعب السيطرة عليه. لكن
لو قعدنا في البيت وطبقنا التباعد الاجتماعي، يعني مثلا لو هالشخص ما زار صديقة، لو هالشخص اشتغل من البيت، لو هالشخص ما راح السوق، لو هالشخص ما راح جمعة الأهل، لو كلهم التزموا بالتعليمات، راح يقل عدد المصابين من 406 إلى 15 مصاب فقط، ويمكن أقل. بالتالي راح يقل الضغط على الكادر الطبي وتتحسن جودة الخدمات الصحية. هذا الحد الفاصل بين الانحسار والانتشار، والفرق هو أنت. طبعا رجعنا لكم أعزائي المشاهدين وحديثنا عن كوفيد 19 مع دكتورة نجاة أبو الفتح. دكتورة، كنا نتكلم عن 444، نتكلم عن هذا الخط الساخن. ما هو غرض هذا الخط الساخن؟ ويعني سمعنا أن فيه بعد تواصل عن طريق الإنترنت وتواصل اجتماعي، فلا تكلمينا عن هذا الموضوع. طبعا 444 هو وضع للاستجابة لطلبات اللي هو المواطنين والمقيمين والرد على استفساراتهم. استفسارات صراحة كثيرة وهائلة، يعني في اتصالات كثيرة بالآلاف يعني اتي حق اللي هو 444. طبعا فيه كذلك غير الاستفسارات في توعية، في إرشاد في نفس الوقت، مثلا إذا حالة تبي تسأل مثلا أنا عندي هاي الأعراض وين أروح شو أسوي، هاي كل هاي الاستفسارات تم الرد عليها 444. كذلك في طبعا الاونلاين مثل ما قلت، في خدمه اونلاين انك تسجل اللي هو رقم السي بي ار مالك الشخصي، وبعدين تقدر تحصل على نتائج العينات اللي هي اونلاين. فهي طبعا بيساعد على سرعه الحصول على النتائج وتطمئن، يعني وتطمئن طبعا على نتيجتك. نعم. دكتوره، هل في نصائح ارشادات تحبين تقدمينها تتعلق بموضوعنا؟ مثل ما قلنا هذه اهم شيء. لا، اهم شيء تقعد في البيت، وفي نفس الوقت اي ارشادات من الجهات الرسميه لازم اللي هو الواحد يطبقها وما ياخذها يعني بشكل اللي هو يعني انه لا ممكن ان احنا نتهاون فيها، لان فعلا الواحد لازم يطبق كل الارشادات اللي قلناها واللي دائما نكررها، اللي هي غسل اليد بالصابون واستخدام اللي هي المعقم، اذا مريض اقعد في البيت، وفي نفس الوقت في هالايام بعد اقول لكم قعدوا في البيت ولا تطلعون الا في يعني الضروره، وياخذ المعلومه من مصدرها طبعا الاساسي، وما يستمع الى الشائعات والاشياء اللي ممكن ان هي تضر بشغلنا احنا اللي هو كادر طبي. دكتور، انا كنت يعني ابي اركز بعد على هذا السؤال، يعني في وايد معلومات تكون مغلوطه، سواء خاصه مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي. يمكن بعض العلاجات اللي يقول لك مثلا خذ ما اعرف يعني كركم وما ادري شنو على اساس انه يعني يقيك من الفيروس. ف طبعا اهميه ان واحد ياخذ المعلومات من المصادر الموثوقه، وانه وخاصه ان يعني الوزاره بكل شفافيه قاعد بالعكس يعني احنا في الحمد لله مملكه البحرين منذ بدايه يعني ظهور اول حاله وقبل يمكن بعد كنا دائما على طول شفافيه، كل رقم يطلع تاكدوا انه هو رقم صحيح، وفي نفس الوقت يوميا يكون في مرتين في اليوم يكون في يعني الاحصائيات باخر المستجدات. فاحنا نقول لكم أن ثقوا فينا وثقوا في إعلامنا، ولا تستمعون حق الإشاعات، لأن الإشاعات تضر أكثر من هي تفيد، وبتسبب خوف وبتسبب هلع في الناس. صحيح. الحمد لله عندنا كذلك في الور روم اللي نسميها في غرفة العمليات، هي في طاقم كامل للرد على الإشاعات. وهذه كل إشاعة يتم الرد عليها، وهاي تأخذ وقت، يعني لو الكل لو يوقفها من هاي الإشاعات بيخلينا نركز في شغلنا وبنركز في مكافحة اللي هو طبعا الكوفيد 19. نعم. دكتورة، قبل الختام أنا بيعطيك المجال أن توجهين كلمة حق هذه الكوادر الطبية والأمنية والقائمين على غرفة العمليات والفريق الوطني. كلمة توجهينها من هذا المنبر، وزارة شؤون الإعلام، وزارة الصحة. والله صراحة أنا أقول مشكورين ويعطيكم العافية، مجهودات عظيمة وجبارة. أنتم ما تتصورون إيش كثر الشغل، الناس ما ترقد مثل ما نقول 24 ساعة شغالة، والله يعطيهم الصحة والعافية، وطبعا الله يحفظ البحرين وأهلها. آمين.
شكرا. العفو. الله يسلمكم. شكرا. نتمنى نكون غطينا مشاهدينا جوانب كثيره من تساؤلاتكم عن فيروس كورونا كوفيد 19، ونشكر الضيفه اليوم في الاستوديو الدكتور نجاة ابو الفتح مدير اداره الصحه العامه على الحضور وعلى المعلومات. مع السلامه.